السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم مروان من ستور ستيكرز 91. هنتكلم النهاردة عن طريقة تركيب الستيكر على الموبايل وكده، وهبدأ أنا يعني يمكن ده أول مرة أعمل فيديو أتكلم فيه عن طريقة تركيب الستيكر لناس كتير، حتى اللي هي في الأقاليم عندنا أو المحافظات اللي بره اسكندرية بعيد عن الستور عندنا. ما بيجي يطلب ستيكر بيقول لي طب انتوا هتركبوه لنا، طيب يعني هتبعتوا حد يركبه، طب انا هعرف اركبه ولا هيبقى صعب، طب ابعت لي فيديوهات طريقه التركيب، طب اوديه لمحل موبايلات. ف بلاقي ان ايه العمليه بالنسبه لهم صعبه جدا يعني، فاهمني؟ ف يعني احنا كده هنركب الستيكر عشان نبين للناس ان الطريقه دي سهله مش ازمه. انت هتحتاج بس شويه ماتيريال، يعني حاجات كده ايه زي مثلا، طبعا انت عندك ده الستيكر، وانا هبدأ للشفاف وبعدين هقول انا ليه اخترت الشفاف اللي هو الطباعة الشفاف زي اللي كنا مركبينه قبل كده، عشان ده يعتبر تقريبا يعني اصعب ستيكر بيركب. فهبدأ بالصعب، فاكيد بالنسبة للناس اي ماتيريال تانية هتبقى سهلة. كل اللي هتحتاجه ان انت طبعا بعد ما نركب الستيكر، معروفة دي قاعدة في الدنيا يعني، ان اي ستيكر بيركب لازم عشان ياخد شكل الكيرفات او يمسك بشكل اثبت وكده لازم يتعرض لحرارة. الحرارة دي عندي انا هستعمل حاجة زي هيت جان، حاجة زي كده. ممكن تستغنوا عنه او تقضوا الموضوع دوت عن طريق سشوار او ولاعة. انا اول ما بديت تركيب استيكرات خالص كنت بركب بولاعة، ولاعة اصعب طبعا بكتير، وبيعرف يعمل اللي بيعرف يستعمل ولاعة هيعرف يستعمل هيت جن، بالنسبة له ده كلام فاضي يعني. بس مش كل الناس اللي بتعرف تستعمل ولاعة هتظبطه، ليه؟ ان ممكن انت الولاعة انت مش متحكم في النار اللي طالعة، يعني مش حرارة زي دي، انا عارف درجة الحرارة قد ايه وعارف كل ماتيريال محتاجة حرارة قد ايه، انما الولاعة بالنسبة للناس ممكن تحرق الستيكر، ممكن تهيته زيادة تخليه يتمط يعني، يبقى مش مخدش نفس القياس بتاع اللي هو معمول ليه عشان يركب على التليفون وكده. ف يعني احسن حاجة بالنسبة لي الهيت جان او مثلا بداله السشوار. وحاجة تانية انا ممكن عشان بقى لما اجي اركب الستيكر ما يبقاش في عندي بابلز تطلع او حاجة كده، بجيب اي قماشة وبحط بجيب اي كارت بستعمله بيه عن طريق ان انا بركب ايه عشان اركب الستيكر، بعد ما بركبه بمشي على الستيكر بحيث ان هو ايه ياخد الشكل. طبعا بعد ما بحدد الاماكن بتاعته، فين فتحات السماعه، فين فتحه بتاعت الشاحن، فين مكان الكاميرا، الزراير، كل ده هنعرفه دلوقتي. طبعا قبل اي حاجه ده هنمسح الموبايل كويس، وطبعا الحوار دوت انا عامله. هاجي بقى اعمل ايه دلوقتي، انا عشان اركب الستيكر لازم طبعا مش هشيل الستيكر دوت واجيب ايدي بقى عليه من تحت وكده مكان اللزق وابوظ الدنيا. كل اللي انا يعني هلمسه في الستيكر نفسه الاطراف بتاعته، اللي هي ايه مثلا اماكن زي كده انا عارف انها هتيجي في الجناب ده، عشان ايه بس ايه ما بهدلش الستيكر مني او بعد كده الاقي ان في دست اتجمع او بابلز وكلام من ده بوظت لي الدنيا. فانا هاجي اعمل ايه بقى، اقوم فاتح من هنا طرف، يعني بحاول قدر الامكان ان انا ممسكش الستيكر تمام يعني كده، يعني انا ايه يدوب بس ماسكه من طرف. ادي نفس القصة اهي، عندي كده ايه الستيكر ايه بان، طبعا ده كده البادي بتاعه عشان هو ايه شفاف. طبعا بثبت الحتة دي عشان ما تضايقنيش لما اجي اركب الستيكر على التليفون. بعمل ايه بقى انا دلوقتي، ادي الموبايل اهو، هو ممكن انت تبدا تثبت من جنب من ماشي. نرجع تاني لموضوع الستيكر، معلش بعتذر عشان كان جالي اتصال مهم. جاء وقت دلوقتي ان احنا نركب الستيكر، وايه وزي ما قلنا كده بنثبت الطرف يعني مكان فتحة الكاميرا، سوري مكان فتحة الشاحن على مكانها، ونفس القصة بالنسبة ايه ببص بعيني كده على مكان فتحة الايه السماعة برضو راكبة ايه في مكانها تمام كده. باينة ليكم ولا ايه الدنيا؟ باينة صح كده، يعني انا شايفها كده مظبوطة بعيني. طبعا ما بدقلش وان انا اضغط قوي هنا، ان انا لسه هشيل الموضوع ده تاني، هشيل الستيكر، انا ما بتقلش على الطرف عشان هشيل من الطرف تاني، بثبت بس يا دوبك الحتة اللي تحت دي مؤقتا كده، بعدين بقوم شايل الستيكر كله. ليه بقى انا بشيل الستيكر كله؟ عشان انا عايز اظبط الحته بتاعه الكاميرا على مكانها، مكان الكاميرا بتاعتي
تمام. وزي ما قلت كده بحاول ان انا ايه ما اخليش ايدي تيجي على الحته اللي تحت، امسك من الطرف بس. تمام، انا ثبتت الحته دي، هحاول اشيلها لحد قبل الحته اللي متثبته، واقوم ماسك بايدي كده نحاول اجيب دي على فتحه الكاميرا قدها بالظبط. ماشي، انا دلوقتي لقيت ان الاستيكر معايا، هحاول اشيله عشان يبان لكم، متني ومعرفش في ايه، لسه ما ظبطش والدنيا بايظه وبتاع. انا كل ده مش مهم عندي، المهم عندي في الاخر. تمام، يعني ما تقلقش لو لقيت نفسك الدنيا عملت معاك كده، مش مهم، بس طالما انت ظبطت دي، يعني الحته اللي تحت مظبوطه على مكان الشاحن والسماعه، والحته اللي فوق مظبوطه برضو على مكان الكاميرا، تاكد ان الباقي كله هيبقى مظبوط. يعني مكان فتحه الزرار هنا هتلاقيها مظبوطه، مكان فتحه الزرار بتاعه السماعه او الصوت هتلاقيها مظبوطه برضو. هعمل ايه انا دلوقتي عشان الاستيكر يظبط معايا؟ ان انا لو عملته بالشكل ده هيعمل معايا بابلز. نيجي بقى الموضوع ايه، الكارت اللي كنت بكلمكم عليه، وايه ويكون في حتة قماشة كده ايه بسيطة. تمام، هرفع بقى الاستيكر تاني زي ما قلنا، هفصل الحتة دي خالص. ليه؟ عشان كده قلت لكم محدش ايه يثبت الحتة دي قوي الاستيكر عشان ما يمسكش جامد. هقوم رافع بقى الكلام ده كله، تمام، وهاجي من نصه كده في حتة انا معلمها مثلا، يعني ايه، واقوم ماسك الحتة دي كده ايه ماشي عليها كطرف واحد. تمام، اعتقد كده بان ان الدنيا ظابطه، مفيش ادنى مشكله هنا ولا بابلز طلعت معايا ولا دست ولا اي حاجه. طبعا الدست دي لان انا ماسح التليفون كويس قبل اي حاجه، وطبعا مش بركبه مثلا وانا قاعد في الشارع او في قهوه في غبار عربيات او حاجه كده، حاجه هتبوظ الدنيا معايا. اهو انا كده بركب وبحاول ان انا امشي بحيث ان انا اظبط. والحته الاخيره دي بقى عشان طبعا الكارت مش هعرف اجيبه هنا، فبمشي بايدي وعارف ان انا ايدي جاي على طرف الحته بتاعت الكاميرا. ماشي كده كل الدنيا ظابطه معايا، ما فيهاش ادنى مشاكل. تمام، في ناس تانية بقى بتعمل الموضوع دوت بميه وما اعرفش ايه، بس انا الكلام ده الصراحه يعني ايه ما بقتنعش بيه، او اللي بيعمل كده بيبقى ايه عارف انه ايه مش عارف يظبط الدنيا. بستنى الهيت جن بس يسخن معايا شويه، يا دوبك بعرضه بحبه كده ايه، بس لقيت الاستيكر خد شكل الكيرف بتاعي او بدا يمسك. تمام كده، بمشي من يعني حته حته، ما خدتوش كله مره واحده على جوه، عشان انا عايز الهواء بمعنى صح يتوزع على كل يعني بارتيشن في الاستيكر نفسه. تمام، انا بقى بقسم الاستيكر كده بنظري لاجزاء، يعني انا بديت مبدئيا كده عشان اعمل الاستيكر صح بالحته اللي هي الايه الظهر بصفة عامة، سبت الجناب دي بعدين. تمام، حاليا بقى انا دلوقتي انا ماسك الجناب بتاعتي. تمام، حتة حتة هيتبقى عندي ايه بعد ما اركب الجناب، يعني بعيدي مثلا الحتة اللي هو الجنب ده الجنب ده، هيتبقى عندي الزوايا، الزوايا دي ليها قصة تانية، خليها برضو ايه لوقتها. انا قربت اهو الهوا، تمام، مش ادنى مشكلة كده ايه الاستيكر. حتى لقيتها مثلا الهواء جا عليها زيادة ولا حاجة، برفعها عادي تاني وهي هتبرد مع الوقت هترجع تاخد شكلها تاني. تمام، هنا نفس القصة بتاعتنا دي اللي كنا ظبطينها في الأول زي ما قلتلكم، اهي لا إراديا كده رجعت ايه ظابطة تاني إن أنا ظابطها من الأول. تمام، هاجي هنا بقى موضوع الزوايا اللي كنا بنتكلم عنها. أنا بفصل دي الجزئية دي ببعدها، تمام، بعدين اجي انا عايز الحته دي برضو معاها كيرف، دي مش لسه ايه مش واخده شكل التكريفه بتاعه التليفون نفسه، عرضتها بس يا دوب للهوا، وبعد كده ايه قلت ايه دايس عليها بصبعي كده خلاص، يعني ايه خدت شكله. نفس الموضوع هنا، مش عارف انتوا سامعيني من صوت الهيت جن ولا ايه الدنيا، بس ماشي يعني. تمام كده، ابدا بقى ايه واحده واحده اعمل ايه الجزء اللي هو الطرف ده، هعمل ايه انا فيه بقى ده، بعرضه بس الهوا كده ثانية، بعد كده ايه اقوم مخليه واخد شكل الكيرف بتاعي. لقيته مثلا عمل زي تشيئات او حاجة كده، بقوم راجع فكه تاني وحطه كده. غالبا احنا خلصنا ايه البارتيشن دوت. تمام كده، هروح لبارتيشن تاني. تمام اهو كده جميل، الكيرف بتاع
بتاعي اهو، اشوف ان الدنيا معايا وانا بركبه ظابطه ولا لا. خلاص دي كده تمام، بيجي البارتيشن دوت، عرضت الهوا سنة عشان ايه السيكة زي ما بيقولوا كده يرضى يتكسر او ياخد شكل الكيرف معايا. تمام احنا كده. في ناس بتسأل بقى ليه الستيكر نفسه يعني زي ما انتوا شايفين هنا في زي مثلثات كده في الزوايا، اقول لك ليه، عشان الستيكر مرضاش يعمل زي تشقيقات. في نوعين من الاستيكرات، الخامات الخفيفة دي لو انت جيت عرضتها للهيت جن او الحرارة بصفة عامة وجيت تركبها هتلاقيها عملت معاك زي تشقيقات كده، بوظت لك شكل الستيكر او ملمسه عموما، مش هتلاقيه، مش هتحس ان هو انسيابي زي كده، مش هتحس ان هو كله حتة واحدة. او الخامات اللي هي السميكة دي لازم يتعمل فيها الموضوع ده عشان ايه ترضى انها تاخد شكل الكيرف، ما تبانش عندك او ما تحسش لما تيجي تمسك موبايلك بايدك كده ان مش هوموجينس يعني مش كله زي بعض. بس انا كده يعتبر ايه ظبطت الدنيا، شوف برضو براجع الدنيا عندي امن، لا كله تمام تمام، مفيش حته ما تعرضتش الهوا. هذا شكل ايه الستيكر في الاخر، تمام كده، ما عنديش بابلز، ما عنديش اي مشاكل. عندي الجناب اهي فوق وتحت. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا من موضوع التركيب، طريقة تركيب الاستيكر. وانا بديت زي ما قلت لكم قبل كده بالنوع الاستيكر الاصعب اللي هو اللي بتكون الماتيريال الشفافة او الطباعة على الشفاف، انها بتكون اصعب من الاستيكر اللي هو بيكون طباعة عادي اللي هو الورق الابيض اللي بيكون مثلا زي كده مثلا، ده بيكون طبعا مقارنة ده سهل جدا يعني. يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله.